السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سيد وأهلا بكم معايا في حلقة جديدة. ناس كتير جدا لما بتيجي تقيس سرعة الإنترنت بتجري على موقع سبيد تيست أو بتحمل برنامج من متجر جوجل بلاي سبيد تيست، ولكن هنا خلي بالك مش عاوزك تثق في البرامج دي بنسبة 100%. فالنهاردة في الفيديو ده هقولك الطريقة الصحيحة انك تختبر كل الكلام ده او تختبر سرعة الانترنت بدون استخدام اي برامج عن طريق الجهاز بتاعك مباشرة، وده هيخليك تتحكم فيه او يجيلك السرعة بتاعة الانترنت كليا عن طريق البنج. كل اللي احنا هنعمله هنضغط على زرار الويندوز او زرار الويندوز من الكيبورد مع حرف الار، وهنكتب في الامر run cmd بالشكل ده. بعد كده هنكتب الكود ده او هنكتب مع بعض كده بينج بي اي ان جي مسافة، هنكتب اي موقع احنا عاوزينه، وليكن مثلا موقع ياهو، جوجل، فيسبوك، اي موقع احنا عاوزينه ولكن بدون www. مثلا هنكتب موقع جوجل GOOGL جوجل بالشكل ده ماشي .com مسافة داش او شرطة، يعني شرطة او داش ايا كان حسب ما انت بتسميها، بتعمل تي. بعد كده بتضغط على انتر من الكيبورد. زي ما احنا شايفين بيبدأ ان هو يرسل لي بعض البيانات، كل مالكش دعوة بالكلام المكتوب ده كله، انا هنكبر بس الكلام ده عشان خاطر نشوف. مالكش دعوة باللي بيحصل، كل اللي انت هتركز عليه هنا التايم. كل ما كان التايم او الوقت اللي بيرسل فيه البيانات يكون رقم صغير، كل ما هيكون سرعة الانترنت عندك بطيئة، سرعة انا اسف سرعة الانترنت عندك سريعة. كل ما هيكون التايم عندك كبير كل ما هيكون سرعة الانترنت بطيئة. وبكده عرفنا ازاي نقيس سرعة الانترنت بدون ما نستخدم اي برامج، ودي الطريقة الصحيحة واللي بنصح بيها لو اي حد عاوز يقيس سرعة الانترنت على الجهاز بتاعه. بتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. كان معكم محمد سيد، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.